بالصورة. نحن المطالب رفعناها للفصائل الثلاثة، جيش الفسطاط، فيلق الرحمن، جيش الإسلام. جاء الرد من جيش الإسلام بالموافقة على كامل المطالب، وما زلنا ننتظر رد الأخوة في الفسطاط والفيلق. ونقول لهم خلال 24 ساعة إذا لم يتم التوافق والموافقة على هذه المطالب سيكون لهذه الغوطة كلام آخر. كانت المظاهرة اليوم للتأكيد على المطالب الأربعة التي طلبها الحراك الثوري منذ 10 أيام، وما زلنا ننتظر رد بعض الموافقة بعض الفصائل على هذه الموافقة لحتى تتم من خلالها إن شاء الله الحلول للغوطة الشرقية ويزال من خلالها الخطر المحدق بأهالي الغوطة الشرقية.